السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلكم سمعتم قبل كم يوم وفاة الممثل الكويتي مشاري البلام. عزائي لأهله وأبنائه وزوجته ووالديه ومحبيه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته وأن يوسع له في قبره وأن يدخله جنته، وما ذلك على الله بعزيز. أحبتي في الله، إن الموت حق، وكلنا يجب أن نموت، والموت لا يأتي. أحيانا قد يقول بعض الناس جاءه الموت فجأة. نعم، هو يأتي فجأة من جانب، ولكن من جانب آخر فلان مات، هذا مات، ذاك مات، معناته أنت أيضا تموت. يا من ترتكبون الذنوب والمعاصي، هل اتعظتم بي؟ فنصيحتي لزملاء وزميلات الذي كان يوم من الأيام يمثل معكم، الآن هو بين يدي ربه بحاجة ماسة إلى أقل الحسنات اللي كان يفعلها في دنياه، هل اتعظتم بموته؟ الله سبحانه وتعالى وصف الحياة الدنيا بأوصاف كثيرة، فقد قال عنها إنها دار غرور ينقضي سريعا ويزول. وحقا وصدقا هذه حقيقة الدنيا، يزول كما يلعب الصبيان ساعة ثم يتفرقون، وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب. ووصف الله سبحانه وتعالى بأنها متاع زائل، وكل ما فيها من فتنة ومن مال وبنين وقناطير مقنطرة من الذهب والفضة والأنعام والزرع، كلها شهوات تصور زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية والزائلة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. الموت ليس فناء ولا انقطاع بالكلية عن الحياة، وإنما هو انتقال من دار إلى دار، وانقطاع تعلق الروح بالجسد ومفارقتها للبدن لامتحان الناس واختبارهم ومعرفة المطيع منهم والعاصي. ماذا جنيت في حياتك من طاعات وحسنات وخير وبر؟ هذا الذي يبقى معك وتأخذه معك. ولا يظن الناس أن الموت شر، لا، الموت خير للمؤمن. فعن أبو الدرداء رضي الله عنه: ما من مؤمن إلا والموت خير له، فمن لم يصدقني فإن الله تعالى يقول: وما عند الله خير للأبرار. هذا الميت يتجه إلى الله سبحانه وتعالى، إلى أرحم الراحمين. طيب اذهب بأعمال صالحة. الموت لا شك أنه شر للكافر، ولا يحسب أن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. ولا نتمنى الموت إلا عند وقوع الفتنة للإنسان، ما أخبر الله سبحانه وتعالى عن مريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قيل أنها تمنت الموت لأنها خافت أن يظن بها السوء في الدنيا، ولئلا يقع قوم بسببها في البهتان والزور والنسبة إلى الزنا. ولا مفر من الموت، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فلن يستطيع أي مخلوق أن يهرب من هذا الأجل المحتوم مهما بعد وثار. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. لكن يجب علينا أن نستعد للموت بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. موت مشاري البلام يجب أن يكون درس لي ولك، ويجب أن نفهم حقيقة هذا الموت، وأن الإنسان يمر بهذا الموت، يجب أن يموت، فيجب أن يستعد دائما للموت. نعم يأتيك بغتة دون نذير، ما يقول لك أنت سوف تموت بعد سنة بعد شهر. دائما يكون على الاستعداد، على استعداد بالصلاة والصيام والزكاة والتوبة وجميع أنواع العبادات والطاعات وبالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فما هي الدروس أيها الممثلون أيها الممثلات، يا من تصعدون المسارح وتضحكون الناس، يا من تقومون بالتمثيل، ما حكم التمثيل؟ وهل هذا التمثيل الذي تقوم به حلال أم حرام؟ فبعض التمثيل حرام أحبتي في الله،
وبعضه إذا خلى، بعض أهل العلم قالوا إذا خلى التمثيل من المحاذير الشرعية والأفكار المنحرفة والاختلاط المحرم بين النساء والرجال وظهور المرأة المتبرجة وأصوات المعازف، إذا خلى من ذلك ممكن، وغير ذلك مما هو مشهور وواقع في عالم التمثيل للأسف الرائج في عصرنا. لكن تمثيل اليوم هو كله منكر وفحشاء واختلاط وكذب. هذا يمثل أنه أخو فلان، هذه تمثل أن هذا أبوها، وليس يعني هذا أصلا كذب، وهذا زوجته، وهذا أخته، والعياذ بالله. وصل إلى أنه يمثلون هذا عمر بن الخطاب، حاشا وكلا، أو هذا بلال الحبشي رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني يمثلون أدوار حتى الصحابة والتابعين. ومع احترامي لبعض الممثلين تجده سكير في مسلسل يشرب الخمر وفي مسلسل عمر بن الخطاب، أو في مسلسل يمثل دور أبو بكر ولا بلال رضي الله عنه. هذا هو العقل والمنطق، فاتقوا الله في أنفسكم. إذا أردتم أن تقدموا شيء، قدموا شيء ينفع مجتمعكم وينفع آخرتكم. اللهم هل بلغت؟ اللهم فشهد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.